مرحبا بكم زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد. الجامعة العربية توجه رسالة شديدة اللهجة وتدعو الجزائر والمغرب إلى تجنب التصعيد وضبط النفس. أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء عن أسفه الكبير إزاء ما آلت إليه العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب. ودعا أحمد أبو الغيط البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. ونقل مصدر مسؤول من الأمانة العامة للجامعة أن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربية المشترك، وأن الأمل لا يزال معقودا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.